وشع. دور الإبرة اللي في الوطن العربي قليلة شوية. ما عندناش دار أوبرا في فلسطين، عندنا في مراكز تنمية موسيقى زي المركز اللي كنت بتمرن فيه اللي هو اسمه الكمانجاتي عندنا، بس ما عندناش دور أوبرا. لما جيت على مصر هنا كنت بدرس في معهد موسيقى عربي، جبت الأول على دفعتي، وأحد الدكاترة كان اسمه أحمد سعد الله يسهله يعني، كان بيحبني كتير وقال لي أنا راح أوصي عليك إنك تروح تدخل الأوديشنز، مع إنه الأوديشنز ما بيدخلوهاش تابعون سنة أولى بالمرة، بيدخلها من سنة تالتة وأطلع. وفعليا دخلت وكنت أصغر واحد بدخل دار أوبرا وقت كنت دخلت الفرقة وأنا عندي 17 سنة تقريبا، كنت أصغر واحد والحمد لله غنيت ورا ناس كتير، وغنيت غنى أوبرالي، غنيت في مسارح، مسرحيات إيطالية، مسرحيات ألمانية برضو، وكنت بغني كورال ورا ناس. هذا فادني إنه من كتر ما أنت وقفت على المسرح والناس مش منتبهيت لك اتعودت على المسرح، يعني أنت كنت الواحد فينا بيقف على المسرح والتركيز طبعا على المغني الرئيسي، وانت من ضمن الكورال فالناس ما راح تركز عليك كتير، فانت اتعودت على الناس فما راح تخاف، فهذا فادني بهذا كتير. عشان هيك انا واحد الناس بحب المسرح كتير، بحب لما اطلع على المسرح بحب انبسط، اطلع اعمل شغله طبيه. مره نزلت ضغط في مسرح لازم كانت اغنيه شغاله نزلت عملت ضغط هيك حسيت بشويه بوي، فبس هذا فادني ان انا فريش على المسرح. قابلت امال ماهر في الدير جست، سلمت عليها وكان حاجه جميله. تقريبا هي الوحيدة اللي قابلتها من الناس كنت بغني وراها. اللي بيغني كورال للأسف مثلا المغني الرئيسي بيجي هو ليه غرفته والناس تانية ليها غرفتها، ده واحد. تاني حاجة كل واحد بيبقى مشغول، صحيح احنا بنجتمع في العمل الفني بس كل واحد بيبقى مشغول. بس لما قابلتني كلايس دلوقتي وقلت لها قالت لي انا مبسوطة ان انت هنا يعني، فكانت حاجة جميلة. للأسف انا ما شفتش البقية، ما شفتش مثلا هاني شاكر، ما شفتش مدحت صالح لسه، ما شفتش الناس اللي انا غنيت وراها.